بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا التجمع للتوقيع على الميثاق الوطني العراقي لتوقع عليه بحضور شخصيات مختلفة من المجتمع العراقي. وهذا الميثاق عمليا بدأ منذ اليوم الأول لاحتلال العراق في عام 2003 وتصاعد بعمله وعملت فيه كفاءات كثيرة لبلورته بالصيغة التي نطرحها اليوم وتطرح للشعب العراقي أيضا. وعلى الصعيد العمل الميداني أيضا منذ أكثر من سنتين التأمت نخبة من المفكرين والسياسيين والمثقفين لصياغة هذا الميثاق ليظهر بحلته عسى أن يكون كاملا متكاملا وأن يكون الطريق لحل المأزق العراقي. نرحب بالجميع ونبدأ على بركة الله. يتفضل الدكتور يحيى الطائي ممثل هيئة علماء المسلمين لتقديم كلمة تعريفية مختصرة بالميثاق، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود في هذه النبذة أن نعطي لمحة عن الميثاق الوطني وتأريخه والظروف التي رافقت مراحل إعداده وصياغته التي يمكن بيانها في الآتي. انطلقت المشاورات لإعداد هذا الميثاق في الربع الأخير من عام 2016 وتكللت بصياغة شؤون نهائية في اجتماعات عقدت في العاصمة الأردنية عمان في شهر شباط فبراير عام 2017. أولا، شملت مشاورات إعداد الميثاق القوى الوطنية العراقية الفاعلة خارج إطار العملية السياسية، وتخللت هذه المشاورات اجتماعات متعددة في عمان واسطنبول، فضلا عن مشاورات مع القوى الوطنية داخل العراق وخارجه في أوروبا وغيرها. تم عقد عدة لقاءات تشاورية وإقامة محاضرات وندوات للتعريف بالميثاق على مدى السنتين الماضيتين. ويأتي إعلان هذا الميثاق بعد الفشل الذريع المعروف والمتوقع للعملية السياسية وتزايد النقمة الشعبية كما رأينا في المقاطعة الكبيرة للانتخابات الأخيرة وتصاعد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية ولا سيما في جنوب العراق. والآن نعرض على حضرتكم نص التصريح الصحفي الذي سبق أن صدر بعد انتهاء إعداد مسودة البيان في عام 2017. تصريح صحفي: بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات والاجتماعات لقوى وشخصيات وطنية مناهضة للعملية السياسية في العراق وخارجه، تم الاتفاق على صياغة مسودة الميثاق الوطني العراقي المحدد للملامح العامة والأطر الجامعة للقوى والأحزاب والتجمعات والشخصيات المستقلة العاملة على خلاص العراق وشعبه من الوضع الراهن وصولا إلى شاطئ الأمن والحرية والبناء والعدل والسيادة والاستقلال. وسيتم الإعلان النهائي عن هذه الصيغة في وقت لاحق بعد عرضها على قوى وشخصيات وطنية أخرى مناهضة للعملية السياسية. القوى والشخصيات المناهضة للعملية السياسية المشاركة في اللقاء التشاوري للميثاق الوطني العراقي في إسطنبول وعمان في الثاني من كانون الثاني وفي الثاني عشر من شباط عام 2017. وأخيراً، نستذكر بكل احترام وإجلال جهود المرحومين الحاج مجيد عاشور الكبيسي والدكتور سليمان الناصري من المشاركين في إعداد هذا الميثاق الذين وافاهم الأجل قبل إعلانه رحمه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميثاق الوطني العراقي مختصر
بكلماته وجمله كبير بمعانيه ورؤاه الاستشرافية لمستقبل العراق للخروج من هذا المأزق الكبير الذي يعيشه شعب العراق على أمل أن ننتقل إلى الضفة الأخرى. يتفضل الأستاذ مكي النزال لإلقاء نص الميثاق الوطن العراقي. بسم الله وعلى بركة الله، اجتمعنا على ما اجتمع عليه العراقيون جميعا، وهو أن مشروع الاحتلال في العراق فشل فشلا ذريعا، وأن عواقبه الوخيمة تزداد سوءا كلما طال الأمد، فبات التغيير الجذري واجبا محتما. بسم الله الرحمن الرحيم. الميثاق الوطني العراقي. إن شعب العراق الأبي صاحب الحق والأرض الذي يعيش في مهد الرسالات والحضارات، شعب أصيل ساهم في صنع التاريخ العظيم لأمته ورفد المجتمعات الإنسانية بروافد العلم والمعرفة والحضارة والتقدم، والشخصيات المستقلة العاملة على تخليص العراق وشعبه من الوضع الراهن، وللقوى والأحزاب والتجمعات والشخصيات المستقلة العاملة على تخليص العراق وشعبه من الوضع الراهن. باسم الميثاق الوطني العراقي، وصولا إلى شاطئ الأمن والحرية والبناء والعدل والسيادة والاستقلال، ونؤكد في صدر هذه الوثيقة على الآتي: أولا، تثمين الجهود السابقة التي قامت بها القوى الوطنية العراقية في مراحل مختلفة لصياغة الملامح والأطر الجامعة للقوى المناهضة للاحتلال، التي كانت محل نظر والإفادة منها في هذه الوثيقة، ولا سيما ميثاق التفاهم والعمل الوطني للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني عام 2004، واللقاء التشاوري العراقي في 2014، والورقة الأساسية للمشروع الوطني 2015. ثانياً، إن هذا الجهد لتيارات وشخصيات وطنية مختلفة ولا يتناقض مع خصوصيات كل جهة. ثالثاً، إن هذه الوثيقة حلقة ضمن جهود وطنية أخرى سابقة ولاحقة في هذا السبيل. أولاً، الدولة والمواطنة واحد، هوية العراق. العراق اسم جامع لكل أبنائه على مختلف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم، ويتساوى جميعهم في المواطنة واجبات وحقوقا، وهو جزء من الأمتين العربية والإسلامية. اثنين، وحدة العراق. التمسك بوحدة العراق أرضا وشعبا، ورفض أي خطة ترمي بأي شكل من الأشكال إلى تقسيمه أو تجزئته أو تفتيته مهما كانت المبررات والذرائع. ثلاثة، دين الدولة. الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وهو المصدر الأساسي للتشريع مع الضمان الكامل لحقوق الأديان والأقليات جميعا. أربعة، القضية الكردية. حل القضية الكردية ومعالجتها في إطار وحدة العراق وسيادته من خلال الحوار البناء مع أبنائه وعلى نحو يضمن الحقوق القومية للجميع. خمسة، ثروات العراق. المياه والنفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى حق للشعب العراقي وملك عام له، وهي من مقتضيات الاقتصاد والأمن الوطنيين، وتلزم الدولة بالمحافظة عليها وتنميتها
وإيجاد مصادر جديدة بديلة واستعمالها في السبل التي تخدم مصالح الناس أفراداً وجماعات، وتوفر لهم عيشاً رغيداً، وتدفع عنهم الفقر، وحمايتها من العدوان الخارجي، وتؤمن للبلاد مواكبة التطور في شتى الميادين، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق المواطنين بالصحة والتعليم المجانيين. وعلى هذا الأساس لا يسمح بأي عمل من شأنه هدر هذه الثروات أو قصر منافعها على محافظات أو جهات أو طوائف أو أعراق أو أشخاص أو تمكين الأجنبي منها مهما كانت الأسباب. ثانياً، النظام السياسي. واحد، العملية السياسية. العملية السياسية الحالية وما تمخض عنها من حكومات وسياسات وما أفرزته من تشريعات وقوانين واتفاقات وغير ذلك جزء من مشروع الاحتلال، وهي مسؤولة كالمحتل عما لحق بالعراق ويلحق به من تداعيات خطيرة ومشينة أضرت به في شتى ميادين الحياة. والأمر يتطلب إقامة نظام سياسي بجميع مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية على أسس تضمن إقامة نظام وطني يعتمد التعددية السياسية أساساً لبناء دولة المؤسسات، ويحقق للعراق مكانته الدولية، ويضمن استقلاله وسيادته. اثنين، السلطات. الشعب العراقي يختار حكومته بإرادته الحرة في ضوء ما يتميز به من التنوع والتعددية الفكرية والثقافية والسياسية المنضبطة بثوابته الدينية والوطنية والأخلاقية، ويعتمد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتداول السلمي للسلطة، وينبذ أي شكل من أشكال الاستبداد السياسي أو الإقصاء الفكري أو الديني أو العرقي أو المذهبي. ثلاثة، الدستور. الدستور الحالي لا يمثل العقد الاجتماعي الجامع والموحد للعراقيين، ويفتقد الشرعية، وكان وما يزال مصدراً للأزمات والخلافات في البلاد. وبما أن الهدف إقامة نظام وطني سليم، فلا بد من وضع دستور يحقق هذا الهدف، وعلى نحو يضمن حقوق جميع العراقيين وينهي حالة الإقصاء السياسي والاجتماعي والديني والمحاصصة الطائفية والعرقية. أربع، إعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية وفق التقاليد الوطنية والحرفية لتتحمل مسؤوليتها بموضوعية تامة ومهنية رصينة في الدفاع عن سيادة الوطن ووحدة أرضه والمحافظة على خيراته، ويحظر على منتسبيها ممارسة النشاط الحزبي والسياسي، ويمنع أي نشاط مسلح خارج إطارها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد. خمسة، المرأة والطفولة. المرأة جزء فاعل في المجتمع ومؤثر في حراكه العام، وبناء على هذا تعطى المرأة فرصتها الكاملة للمشاركة في الحياة العامة، وتصان حقوقها كاملة. باء، الطفولة. تصان حقوق الطفل بالشكل الذي ينسجم والاتفاقات أو الاتفاقيات الدولية. ستة، حقوق الإنسان. يتمتع المواطنون بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان طبقاً للمواثيق الدولية، بما لا يتنافى مع قيم المجتمع وثوابته الدينية،
ومن أهمها أليف الأمن على النفس والأمان من الكوارث التي توجب على الدولة التحسب لها. باء المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الانتماء العرقي أو الديني أو الفكري، وعدم جواز استرقاق الإنسان أو تعذيبه أو اعتقاله تعسفا، والإقرار بحريته في التعبير والتجمع والتنقل. 7 حق المقاومة. مقاومة الاحتلال حق مشروع، ولا بد من الاعتراف بجهود المقاومة العراقية ودورها في التصدي لمشروع الاحتلال وإفشاله واحترام الدماء التي قدمتها في مسيرتها. 3 الإطار الإقليمي والدولي. 1 رفض الإرهاب واستعادة السلم الأهلي. كل عمل عدواني يستهدف حياة وممتلكات الأبرياء من جماعات أو أفراد ويثير لديها الرعب والخوف ويحط من مكانتها يعد إرهابا، وهو مدان بكل صوره وأشكاله. 2 الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي تضمن حقوق الشعب العراقي وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 3 إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار وتعزيزها على أساس مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتوطيد العلاقات مع مختلف دول العالم وتطويرها في المجالات المختلفة والتعاون معها خدمة للسلم والأمن الدوليين. 4 آثار الاحتلال. العمل على إزالة آثار الاحتلال والمطالبة دولياً بحقوق الشعب العراقي وتعويضه عن الأضرار التي لحقته بسبب الاحتلال وعدم التفريط بهذه الحقوق. 5 القضية الفلسطينية. العمل على دعم قضايا الأمة جميعاً ولا سيما القضية الفلسطينية وحلها حلاً عادلاً يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. شكراً جزيلاً لكم. انتهى الميثاق الوطني العراقي. نحن نؤمن بأن هذا الميثاق يمثل طموح جميع العراقيين، خاصة بعد أن اتضحت الصورة كاملة للعملية السياسية وإفرازاتها وسلوكياتها، وأصبح الشارع العراقي في كل مكان ينتقد بشدة أقطاب العملية السياسية والحكومات المتعاقبة. لكن هناك صعوبات، وبسبب الظروف التي يعرفها الجميع تحول دون حضور منظمات وجمعيات وشخصيات للتوقيع على مثل هذا الميثاق، وإذا اقتصر على عدد من العناوين فهذا لا يعني أن هذه العناوين فقط هي التي تؤمن بهذا الميثاق، وإنما هناك طيف واسع من العراقيين ومن الشخصيات ومن المفكرين الذين يؤيدون الميثاق ويتمنون أن يكون هو الدليل لبناء الدولة وأصلاح المجتمع الذي تعرض للأسف الشديد منذ 16 عاما للكثير من الإرباك والتخريب. تتفضل الدكتورة فاطمة العاني لتلاوة أسماء الجهات والقوى المشاركة في التوقيع على الميثاق. بالنسبة للجهات والقوى المشاركة في الميثاق الوطني العراقي، أولا الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي، ثانيا حركة التيار القومي العربي، ثالثا هيئة علماء المسلمين في العراق، رابعا الحزب الشيوعي العراقي اتحاد الشعب، خامسا مجلس عشائر الثورة العراقية، سادسا مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق، سابعا هيئة العلاقات الدولية بريطانيا، ثامنا
مؤسسات المجتمع المدني، تاسعا الكفاءات الوطنية، وعاشرا المستقلون. شكرا. يتفضل الشيخ الدكتور عبد الحكيم السعدي ممثل الشيخ العلامة عبد الملك السعدي لإلقاء كلمته والتوقيع على الميثاق. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الجمع الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال هذا العرض المبارك الشيق من قبل الدكتور مكي نزال للميثاق الوطني، الكل منا أدرك ما هو الميثاق الوطني العراقي، ولا شك أن هذا الميثاق يعد وثيقة حجة على الآخرين، ذلك لأنه يمثل من حيث الأفراد يمثل كل الطيف العراقي، ومن حيث المعاني والتوجهات والسياسة يمثل جميع السياسات التي نعتقد أنها تنقذ العراق مما هو فيه. وهذا ما جعل فضيلة الشيخ عبد الملك السعدي أن يبادر ويبارك هذا الميثاق بعد أن اطلع عليه وأيده ورأى أنه هو الوثيقة المنسجمة مع القضايا الإسلامية أولاً ومع القضايا العراقية بعمومها ثانياً. وقد أنابني فضيلته على أن أحضر وأتشرف بلقائي بكم ووقع بدلاً منه لظروف خاصة منعته من الحضور. أقول بعد هذا كله إن هذا الميثاق حجة على الجميع، ليس على الجالسين هنا، ولكن هو حجة على كل طيف من أطياف الشعب العراقي المخلصين، لا العملاء، إنما الأطياف المخلصة للعراق، فإن كانوا هم مخلصون للعراق عموما فإن عليهم أن يبادروا بتأييد هذا الميثاق، سواء كان بالفتاوى الشرعية أو بالفتاوى السياسية أو بالعمل الجاد على تحقيق هذا الميثاق. وبارك الله فيكم، وبارك الله في العاملين عليه، وبارك الله على كل من تفاعل مع هذا الميثاق من أوله إلى آخره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا التوقيع عن فضيلة الشيخ عبد الملك السعدي، بارك الله فيكم. جزيل الشكر لفضيلة الشيخ عبد الملك السعدي، لا عفوا، عبد الملك السعدي ومن مثله الشيخ الدكتور عبد الحكيم السعدي. مجلس عشائر العربية في الجنوب بثقلها الكبير وموقفها الوطني الذي ناهض الاحتلال والعملية السياسية حاضر معنا للتوقيع على هذا الميثاق وإلقاء كلمة يمثله الأمين العام للمجلس الشيخ أحمد الغانم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل أعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا ويسعدنا ويشرفنا نحن زعماء القبائل ورؤساء العشائر في مجلس عشائر العراق العربية في الجنوب أن نشارك في هذا الجمع المبارك، وننقل لكم تحيات أهلكم في الجنوب وأمانيهم الطيبة بنجاح مساعيكم في هذا الميثاق الوطني العراقي الذي نرجو أن يكون خارطة الطريق للعمل الوطني الموحد.
ونعلن انضمامنا إلى الميثاق والعمل بموجبه والتوقيع عليه على بركة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوقيع الميثاق نيابة عن إخواني زعماء القبائل ورؤساء العشائر في مجلس عشائر العراق العربية في الجنوب. هيئة علماء المسلمين في العراق عرفت بموقفها المبدئي وثباتها منذ اليوم الأول للاحتلال، مناهضتها للمحتلين والعملية السياسية، ودعمها الواضح للمقاومة العراقية التي تشرفت بدماء شهدائها من طرد المحتل الأمريكي، وهذا ما يعرفه الغرب وأمريكا والعراقيون جميعا. وهذه الهيئة حرصت على أن يكون الميثاق الوطني وأي مشروع وطني لإنجاز مهمة التخلص من الاحتلال ومن تبعاته والتأسيس لبناء دولة مدنية حديثة تعيد للعراق مكانته وتحفظ لأجياله ما يستحقون من تعليم وصحة وبيئة واحترام بين الأمم والشعوب. وفي هذه المناسبة لابد أن نذكر ما أسسه الشيخ الراحل الدكتور حارث الضاري على هذا الصعيد، وأوصى من بعده بأن يستمر المشروع ويتواصل، وبوركت جهود الهيئة وقياداتها وأعضائها لحرصهم على وحدة العراق ونبذهم لكل الأمراض التي حاول السياسيون الذين جاءوا مع الاحتلال وعملوا معه في هدف بغيض لتمزيق المجتمع العراقي. الدكتور عبد الحميد العاني يتفضل لإلقاء كلمة هيئة علماء المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لقد شخصت هيئة علماء المسلمين في العراق الحالة العراقية منذ الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي، وبينت ما ينبغي العمل عليه من أجل إنهاء الاحتلال وآثاره، وأن المشروع الوطني الحقيقي هو الطريق الوحيد للخلاص من هذه المحنة وللعودة بالعراق إلى أخذ مكانته العربية والإسلامية والدولية، فهو مهد الحضارة وخزان تراث الأمة. ولقد دأبت الهيئة منذ بداية عملها على السعي لتوحيد الصف الوطني العراقي والسعي لبناء الهوية الجامعة لكل أبناء العراق بمختلف أطيافهم. ووثائق الهيئة دليل على هذا المسار وتوثيق لتلك الجهود لها ولبقية القوى الوطنية المختلفة. إن الميثاق الذي نجتمع اليوم للتوقيع عليه وإعلانه هو حلقة في سلسلة الجهود المبذولة من قبل العديد من القوى الوطنية، فهو حصيلة جهود طويلة ممتدة ل15 عاماً، وهو ليس نهاية المطاف بالتأكيد وتؤكد الهيئة في هذه المناسبة دعمها لكل عمل وطني خالص يجعل مصلحة العراق وشعبه نصب عينيه، ويقدم تلك المصالح على المصالح الشخصية والفئوية والطائفية ونحوها. وتعاهد هيئة علماء المسلمين في العراق الجميع على الاستمرار في نهجها ومد يدها للتعاون مع كل من يجتمع على هذه الأسس والثوابت التي نص عليها هذا الميثاق المبارك. وننوه أن هذا الميثاق هو بمثابة المحددات للعمل الوطني، وليس تنظيما جبهويا ولا تكتلا سياسيا، وإنما محاولة لجمع الكلمة وفق هذه الثوابت لتقوم القوى الوطنية التي تجتمع عليها على هذه الثوابت بإنتاج البرامج الكفيلة لما يحقق الأهداف المنشودة وخلاص الشعب العراقي مما هو فيه اليوم. ومنذ الأمس وعندما تم توزيع
هذه الدعوات لحضور هذا اللقاء المبارك. وصلت إلى اللجنة التنسيقية عدة رسائل من قوى وطنية عراقية وعربية مؤيدة لهذا الميثاق، ومنها رسالة تأييد من المؤتمر الشعبي العربي، وسيعلن عن هذه لاحقا بإذن الله تعالى. في ختام كلمتي نتقدم بالشكر أولا إلى اللجنة التنسيقية التي بذلت الجهود منذ سنتين في لقاءات متعددة ومستمرة للوصول إلى هذه النتيجة وهذه اللحظة المباركة، والشكر لجميع القوى التي وقعت وتوقع اليوم على هذا الميثاق ومن سينضم لاحقا بإذنه تعالى. والشكر كذلك موصول لجميع الحاضرين الكرام الذين شاركونا هذا اللقاء المبارك. ولا يفوتني في الختام أن نشكر وسائل الإعلام التي تقوم بتغطية هذا الحدث ونقله إلى بقية العالم. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوقيع على هذه الوثيقة في الواقع تأكيد على القناعة التامة والمبدئية بكل ما ورد فيها، والتزام بمبادئها والسير في الطريق الذي يحقق أهدافه. يتفضل الدكتور يحيى الطائي للتوقيع ممثلا عن هيئة علماء المسلمين. مؤسسات المجتمع المدني في العراق واسعة، وهناك فيها الصوت الوطني المخلص الكثير منها، ومن تريد أن تعمل بجد بعيدا عن كل الشبهات لبناء العراق والمساهمة الجادة في وضعه على الطريق الصحيح. الأستاذ مكن نزال يتفضل للتوقيع ممثلا عن منظمات المجتمع المدني. أقول لقد كتب بنو البشر ملايين القوانين بعد مسلة حمورابي، لكن المسلة بقيت رمزا للقانون في كل العالم. وهكذا نتمنى لمشاريع كهذا الميثاق المبارك أن تكون إطارا موحدا للعمل الوطني. يشرفني أن أكون مشاركا وموقعا عليه، وشكرا جزيلا لكم جميعا على حضوركم ومشاركتكم. شكرا جزيلا. هيئة العلاقات الدولية في بريطانيا التي تدافع عن قضية العراق وتشارك في مناهضة كل ما هو متردي وسيء في بلدنا الحبيب، تمثله الدكتورة فاطمة العاني للتوقيع ممثلة عنه على هذا الميثاق. بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف بالتوقيع على هذه الوثيقة، وهذا اليوم يعتبر يوم تاريخي للعراقيين. نتمنى أن يشارك جميع أطياف الشعب العراقي في التوقيع على هذه الوثيقة. الأستاذ إبراهيم العجيلي عن الحزب الشيوعي العراقي اتحاد الشعب يتفضل للمشاركة في هذا اللقاء والتوقيع على الوثيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للقائمين على هذا المؤتمر، ويشرفني أن أقف بينكم ممثلا عن جميع الشيوعيين العراقيين بدون استثناء. ونعتبر هذه الوثيقة علامة مضيئة في
في تاريخ شعبنا العراقي لتضع حدا للطائفية والنزي في المستمر في الوطن الحبيب عراقنا الحبيب. شكرا جزيلا. المستقلين في العراق ربما هو الطيف الأوسع في بلدنا، ووضعتني الأخوة القائمين على هذا المشروع في حرج عندما اختاروني ممثلا للمستقلين. فحقيقة المقصود والتوضيح بالمستقلين هنا الذين يسيرون مع الخط الوطني في هذا الظرف الحرج، بمعنى أن الذين يقفون مناهضين لكل ما يحصل في بلدنا، والذين ينسجمون ويتفقون معنا في هذا المشروع هم مستقلون. وعندما اختير وليد الزبيدي ممثلا على المستقلين هو إحراج لي، ولكن أيضا أقول كل من يعترض على ذلك هو على حق وأنا معه أيضا، فأوقع ممثلا على المستقلين وشكرا جزيلا. نفتح باب الأسئلة الصحفية في هذا التجمع أو اللقاء المبارك، فليتفضل من لديه سؤال. اتفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نبارك لكم هذا الإنجاز العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويعينكم. ولكن التساؤل اللي يأتي في الذهن، هل تسمح القوى الثلاثة أو هل هناك مثل ما تقول طريق أو منفذ من القوى الثلاثة أو حماية من القوى الثلاثة التي تتحكم بمصير العراق تجاه هذا الميثاق الوطني اللي هي إيران وأمريكا وإسرائيل؟ حقيقة هذا السؤال يطرح على نطاق واسع، وربما يطرح في أماكن كثيرة في الشارع العراقي، ولكن ما يجب أن نتذكره لو هذا الميثاق طرح في الأسبوع الأول للاحتلال ربما نظر إليه 99% من الشعب العراقي على أنه مشروع خيالي لا يمكن تحقيقه. ولكن بعد هذه السنوات والآن الشارع العراقي كيف يتحدث بالمخرجات للعملية السياسية وممارساتها يتفق بالمطلق مع هذا الميثاق. ولهذا الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وجدت في المرحلة الأولى من فهم الاحتلال بصورة خاطئة، هناك من صمت، هناك من تماهى مع الاحتلال، هناك من ساعد الاحتلال للأسف الشديد. البعض بسذاجة اعتقدوا أن في الاحتلال سيأتي بالخير، ولذلك ممارسات الحكومات المتعاقبة وممارسات الاحتلال ضد العراقيين ضد الشعب العراقي حقوقهم صعدت الحس الوطني للدرجة التي أصبح الآن العراق أقوى من هذه القوى. والدليل عندما تكون هناك مناسبة المظاهرات منذ عام 2010 رافض الحكومات والعملية السياسية تتصاعد ويخرج الملايين من العراقيين، هذا خروج الملايين من العراقيين ضد العملية السياسية تأكيد على أن الثغرة الحقيقية التي دخلت منها القوة والدول المعادية للعراق بدأت تتقلص. ولهذا عندما يطرح مثل هذا الميثاق النخبوي الواضح والدقيق والسليم والمعافى، إن شاء الله تنتقل يعني هذه المعافاة إلى الشعب العراقي، وأن تغلق كل الثغرات التي يحاول أن يدخل منها الأعداء اللي ذكرتهم حضرتك. والتفاؤل يعني مبني على هذه الرؤية وعلى قناعات الشعب العراقي وعلى رفضهم الواسع وما أسموه بالانتخابات الأخيرة. الكل يعرف
أن الشعب العراقي بأغلبيته عزف عن المشاركة فيها، والقلة القليلة التي ذهبت للمشاركة للأسف نقول بسذاجة سياسية اعتقدوا أنهم يستطيعوا أن يغيروا الواقع. شكرا جزيلا. عفوا دكتور، هل التوقيع على هذا الميثاق محصور على الجهات المشاركة بالمؤتمر حصرا؟ شكرا جزيلا. أعتقد يعني أشرت ضمنا أنه هناك جهات كثيرة لا تستطيع الحضور والتوقيع للظروف في البلد الأمنية وغيرها، ولكن فحوى هذا الميثاق هو يمثل كل من وقع عليه الظلم والحيف وكل من يتألم لواقع العراق، ويبقى باب التوقيع على الميثاق مفتوح ولكن بالشروط الوطنية المعروفة والتي يمكن من خلالها أن يتوسع الميثاق ويتحول إلى قوة موضوعية للتغيير في العراق. طيب دكتور، ما هي الخطوات التي ستتبع التوقيع على هذا الميثاق؟ كما تعرف حضرتك والجميع الواقع العراقي أصبح معقدا جدا، هناك صراعات داخلية وهناك مطامح ومطامع إقليمية، والأسف الشديد أيضا هناك تراجع في دعم العراق بقضيته الأساسية من الدول العربية، وذلك بدعمها الكبير للحكومات التي جاء بها الاحتلال، ولكن عندما تتسع قاعدة الرفض في الشارع العراقي ضد الواقع المأساوي الآن، وتكون هناك نخب حضرات الموجودين والمؤيدين لهذا الميثاق في عموم العراق، فأعتقد هذا يعزز من قوة الميثاق ومن قوة المشروع الوطني لوضع خطوات أخرى تكون ملائمة لكل مرحلة وما يحقق أهداف الميثاق. شكرا جزيلا، جهود مباركة إن شاء الله. شكرا جزيلا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نبارك إعلان الميثاق الوطني العراقي، وفعلا نقاط هذا الميثاق تعتبر معالم طريق لخلاص العراق من الأزمة التي هي فيها والتي لا زالت منذ 16 عام. ولكن سؤال يتبادر للذهن، هل يمكن قبول شخصية أو تجمع أو حزب مشارك في العملية السياسية بعد أن أدرك أن لا مجال لحل الأزمة في العراق إلا بهذا الميثاق المبارك؟ شكرا. أحيل السؤال الأستاذ مكي النزال باعتبار ممثل منظمات المجتمع المدني، ليتفضل. بالنسبة للسؤال الأستاذ الدكتور باسم، يعني موضوع المشاركين في العملية السياسية حقيقة هذا محل جدل طويل، لكن من هو الآن في العملية السياسية أو في المنطقة الرمادية المحيطة بها، يعني لا نريد أن نورطه أن يأتي معنا ثم ينسحب مرة ثانية إذا أعطي منصب فراش في وزارة النفط مثلا. هؤلاء مرفوضون جملة وتفصيلا. من أدرك فعلا وأيقن فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، ولسنا وكلاء رب العالمين، يعني يشهر صوته بأنه تورط ويتوب، ونطلب له الفتوى من شيوخ الدين والعملية السياسية معا، ونرجو من الله الهداية للجميع. يعني نحن نتمنى أن نكون 35 مليون عراقي من قبيلة خارج العملية السياسية. شكرا جزيلا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. سميرة أكرم، مذيع قناة الرافدين الفضائية. أكيد بالتأكيد بلا شك أنها خطوة جبارة وفاعلة من أجل تعزيز الأمل لدى العراقيين بعد أن انكشفت عورة العملية السياسية ببطلانها وبعدم تحقيقها شيء للعراق والعراقيين سوى الخراب والدمار، وما موجود الآن في العراق هو يعكس الصورة من تظاهرات واحتجاجات رافضة للعملية السياسية ووجودها. ولكن هذه الخطوات الوطنية وما سبقها من خطوات، هل ثمت معوقات ربما تعترض هذه الخطوات الوطنية من قبل المستفيدين
الموجودين في العملية السياسية في الحكومات المتعاقبة على الإبقاء على الوضع المزري في العراق. عفوا. دكتورة فاطمة العالي تفضل إجابة. نعم، بالنسبة للعقبات يعني التي تواجه هذا الميثاق أن يخرج وينفذ على أرض الواقع، يعني هي من أهم العقبات هو مع الأسف الشديد رسوخ العراق تحت الاحتلال الأمريكي والإيراني، وبالإضافة إلى تغييب الأصوات الوطنية. العقبات يتم تجاوزها أولا بتجميع العراقيين على ميثاق يوحدهم ويؤمن لهم طريقة نحو المستقبل. طبعا إعادة العراق أولا وأخيرا إلى سيادته وامتلاكه لقراره الوطني وغيرها، يعني تتطلب يعني عمل كبير وعمل طويل، وليس ولا يمكن يعني تحقيقه بوقت قصير، أو ممكن أن نعطي فترة زمنية ممكن أن يتم تجاوز كل هذه العقبات، لكن بالتأكيد العمل المستمر ودراسة كل هذه العقبات وكيفية تجاوزها طبعا بالتشاور مع أصحاب الرأي والذين ممكن أن يعطوا النصيحة والاستشارة والتوجيه نحو تجاوز مثل هذه العقبات، بالتأكيد سوف يتم تذليل كل هذه الصعوبات، وبالتالي الوصول بالعراق إلى بر الأمان وعودة العراق إلى وجهه المشرق قبل الاحتلال. نعم. شكرا جزيلا للقائمين على صياغة هذا المشروع، وشكرا جزيلا للحضور جميعا، ونتمنى أن نلتقي وقد تحققت أهداف الميثاق الوطني العراقي. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم.